بزاف الناس كيتسألوا على أحسن وجهة للعمل والهجرة، عشرة الأسباب تخليك تفكر في الهجرة لكندا. العمل، كندا كتعد من أقوى اقتصادات العالم وكتسعى أنها تحافظ على هذه المكانة، لذلك فهي كتعمل على استقطاب مهاجرين مؤهلين للعمل في قطاعات حيوية بحال المعلومات، الإدارة، التصنيع، الخدمات اللوجستية، الهندسة، المحاسبة، المالية، المبيعات والتسويق، الموارد البشرية وإلى آخره من القطاعات. الأغلبية الناطقة بالإنجليزية، بزاف ديال المغاربة اللي كيفكروا في الهجرة كيفكروا فقط في الكبت، مع أنها كتشكل جزء صغير من التراب الكندي. حوالي 90% من الكنديين كيتكلموا وكيعملوا باللغة الإنجليزية. من أصل 9 مقاطعات و3 الأقاليم، فقط الكبك اللي اختارت اللغة الفرنسية كلغة رسمية ديالها، وبالتالي الفرص ديالك بالعمل خارج الكبك أكبر ب 90% فقط إذا كان عندك مستوى متوسط من التمكن من اللغة الإنجليزية. ثاني أحسن بلد في العالم، احتلت كندا الترتيب في سنتي 2016 و2017 وجات مباشرة من بعد سويسرا. من بين أسباب هذا المستوى اللي وصلت ليه كندا كاين الناتج الوطني الإجمالي اللي وصل 1.18 تريليون دولار ونصيب الفرد منه اللي بلغ أكثر من 45 ألف دولار. كندا كتحب المهاجرين، كندا عندها سمعة عالمية في الترحيب بالمهاجرين. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو رفع شعار التنوع وقوتنا في الحملة الانتخابية ديالو، ومباشرة من بعد ما تم تنصيبه رئيس الوزراء رحبت كندا بأكثر من 40 ألف مهاجر سوري، ورفعت الحصة ديالها من المهاجرين من العالم كامل. We need societies that recognize diversity as a source of strength, not as a source of weakness. جودة الحياة، كندا كتفتخر بمستوى عالي من المعيشة بفضل الوضع الاقتصادي ديالها، إضافة إلى البرامج الصحية الشاملة اللي كديرها الحكومة والبرامج التعليمية اللي كتغري شعوب العالم بما في ذلك الشعب الأمريكي. ظروف العمل الجيدة، كندا كتفرض على الشركات توفير ظروف جيدة ديال العمل كتخليها من بين أحسن دول العالم في هذا المجال، كما أن كندا كتفتخر بأجر سخي كحد أدنى وكتوفر للعمال اختيارات عديدة ديال التغطية الصحية والمعاشات التقاعدية. نظام الاكسبرس انتري، سنة 2015 قدمت كندا برنامج الاكسبرس انتري للهجرة. كيتم من خلال هذا البرنامج دعوة الافراد المؤهلين لتقديم طلب الهجرة، ويمكن الموافقة على الاقامة الدائمة في وقت وجيز. دعم المهاجرين، مباشرة بعد وصولهم للديار الكندية المهاجرين كيستافدوا من العديد من المزايا والبرامج الاجتماعية المصممة باش تساعدهم في الاندماج في المجتمع الكندي. الحكومة الفيدرالية وحدها كتنفق حوالي 1.2 مليار دولار كل عام على دعم المهاجرين. المقاطعات والأقاليم والبلديات كتنفق أيضا الملايين على دعم الوافدين الجدد. مثلا حكومة أونتاريو كتكرس أكثر من 100 مليون دولار سنويا لهذا الغرض. جواز السفر الكندي، بعد العيش لمدة 3 سنوات في كندا يمكن لك تحصل على باسبور كندي. هذا الباسبور كيتعد واحد من أقوى جوازات السفر، حيث أنه كيفتح لك العالم وكيمكنك من السفر لأي دولة بغيتي. الامتيازات السياسية والاجتماعية، مباشرة من بعد ما كتحصل على الجنسية الكندية كتولي مؤهل للتصويت أو الترشح لمنصب سياسي، وإلا زاد ولادك في كندا كياخذوا الجنسية الكندية مباشرة. باش تستافد من المعلومات أو تقدم طلب للهجرة، إكسشينج لاب كتعمل في إطار شراكة مع Advanced Overseas Canada، الرائد الكندي في خدمات الهجرة.